خمس هاي باب عمر 26/12/2011. الله أكبر. قصف البيوت. أين أنت يا الجامعة العربية؟ هذه البيوت الآمنة. انظري أية الجامعة العربية، انظروا إلى قذف البيوت. عندنا تناول الطعام تم قذف البيوت. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. من نادي الاسلام نحن، من نادي العرب. هذا بيتكم؟ هذا بيتكم؟ هذا بيتنا، هون استشهد ابوي انا. ابوي كان بيتناول الطعام هون، عم يستشهدوا والاطفال. نحن عندنا عائله باكملها استشهدوهم بالحاره، صار مجزره عندنا بالحاره، الهاونات ما نعرف منين تنزل علينا. نحن بنناشد الدول العربيه، بنناشد الاسلام. تعالوا شوفوا شو عم بصير عندنا بباب عمر، هاي المجازر كل اليوم عم بتصير، مو هذا اول يوم، كل يوم نحن بنشهد هاي المجازر. شو كانوا عم يساووا وقت اجت القذيفه؟ شو كانوا عم يعملوا؟ كان اصوات التكبير، تعالوا كان التكبير، وهي بتناول الطعام هون. شوف الاطفال، هاي القذائف عم تنزل علينا، احنا كل يوم بنشوف هيك قذائف. ليش هيك؟ احنا ما لنا اسلام، وين الاسلام؟ وينكم يا اسلام؟ شوفوا شو عم بصير عندنا بابا عمر. بدنا وفد الجامعه يجي لعنا ويشوف شو اللي عم يصير. نحن تدبحنا هون مجازر يوميا في بابا عمر، حمص كلها مجازر.